ورحمة الله وبركاته. حبايبي قول اعدادي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض امتحان على الدرس التاني، مجموعتنا الشمسية. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة، ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم واحد، أمامك شكل بيوضح المجموعة الشمسية، اكتب ما تدل عليه الأرقام. رقم واحد كوكب الزهرة، رقم اتنين كوكب الأرض، رقم تلاتة حزام الكويكبات، رقم أربعة كوكب المشتري، رقم خمسة كوكب أورانوس. رقم ب، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. أبعد الكواكب الداخلية عن الشمس، هو خلينا نخلي بالنا إن هو حدد لي إن هي أبعد الكواكب الداخلية، إن هو حدد لي أبعد إيه الكواكب الداخلية، هقوله كوكب المريخ. رقم اتنين، الكوكب الذي يشبه في تركيبه العام كل من كوكبي زحل والمشتري هو كوكب أورانوس. رقم تلاتة، يعد كوكب نقط من الكواكب الغنية بأكاسيد الحديد كوكب المريخ. رقم أربعة، خرج كوكب نقط من المجموعة الشمسية بعد الإعلان في العاصمة التشريقية بيزاخ، هو كوكب إيه؟ بلوتو. رقم جيم، ماذا يحدث إذا انحرفت كواكب المجموعة الشمسية عن مدارتها؟ إن ذلك سوف يؤدي إلى تصادم كواكب المجموعة الشمسية ببعضها البعض. رقم اتنين، صوب ما تحته خط أقرب كوكبين إلى كوكب الأرض وهما كوكب الزهرة والمريخ، هقول كوكب الزهرة والمريخ. مجموعة الكواكب الداخلية تتكون معظمها من مواد صلبة، يعد كوكب نقط توأما للأرض، أو تصحيح العبارة يبقى إيه؟ كوكب الزهرة هو توأم الأرض. ب، قارن بين كوكب نبتون وكوكب عطارد من حيث البعد أو القرب عن الشمس وأهم الخصائص. كوكب نبتون هو أبعد كوكب عن الشمس، خصائصه واحد، يبدو كماسة زرقاء تشع ضوءا خافتا في الكون، لذلك يسمى بالكوكب الأزرق. اتنين، يكاد يكون توأما لكوكب أورانوس. ثلاثة، شديد البرودة. عندي بعد كده كوكب عطارد، هو أقرب كوكب للشمس، خصائصه أصغر الكواكب حجما وشديد البرودة. رقم جيم، حدد أوجه التشابه بين النجوم والكواكب الخارجية للمجموعة الشمسية. يتمثل وجه الشبه في أن كلاهما يتكون من مواد غازية. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل أسئلة امتحان على درس مجموعتنا الشمسية. أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر، وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد بأمر الله. وألقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.